نراجع مع بعضنا البعض الأدلة قبل أن ننتقل إلى تتم إلى هذا المبحث. ماذا قال جمال الدين يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي فيما يتعلق بأول واجب على العبد؟ ماذا قال؟ تفضل. قال في كتابه التلميذ في الكلام على التوحيد و85 إلى 180. لا، صفحة 85. نعم. فإن أول واجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أحسنت. من يذكر لنا الدليل الأول على هذا المبحث؟ تفضل. فيقول تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سورة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يشرع الصلاة بالسنة. طبعا هذه الآية قال الله تعالى: يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به عام، وهذا مقرر في علم أصول الفقه في لفظ العام. نعم، أي كيف استدل الحافظ اللالكائي في هذه الآية على هذا التبويب وعلى هذا المعنى لدرسنا؟ كيف استدل بها؟ تفضل. قال في شرح تقارير أهل السنة في الجزء الثاني في القراءة 210، قال الله تعالى لفاطمة ونبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ الخاص والمراد به العام. هذا ما ذكره أخونا، لكن كيف وجه هذا الكلام؟ تفضل. قال أن معرفة الله تعالى وصفاته تكون بالسمع لا بالعقل. كيف وجه هذا الكلام؟ قلنا تفضل. من أول ما يجب عليه أن يعرفه هو التوحيد. خطأ، يعني سبق الكلام فلا أعرف كيف لا تدركون، أم كلام مش واضح، هناك خطأ في الشرح. كيف وجه الحافظ اللالكائي هذا القول على حجية أن أول واجب على العبد هو الشهادتين؟ كيف وجه الأخير؟ أخطأ. تفضل. نظر الله الكافرين ما يجد من كتاب الله عز وجل ونوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجود معرفة الله تعالى بصفاته بالسمع لا يعرف. أحسنت. فإذا هكذا فبوب هذا التبويب وذكر هذه الآية وبين، يأتي الكلام اللاحق الذي ذكرتموه في البداية أن هذا خطاب لجميع الأمة. الآن من يذكر لنا دليلا آخر على هذا الأمر؟ تفضل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أحسن. هذه الآية 25 من سورة الأنبياء. كيف أيضا وجه الحافظ اللالكائي هذه الآية على الحجية؟ تفضل. قال في شرح السنة: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن السمع والوحي عرض الأنبياء قبلها التوحيد. نعم، فإذا هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وخطاب لجميع الأمة أن الأنبياء قبله عرفوا التوحيد بالسمع وبالوحي وليس بالعقل كما يقول علماء أهل الكلام. قلنا لا نريد أن نفصل في مذهبه. من يذكر لنا الدليل الثالث على هذا الأمر؟ تفضل. ما رواه البخاري برقم 72 وتسليمه 7000 ومسلم برقم 19 بعد 29. قال مولى ابن عباس سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام عاد الى نحو اهل اليمن، قال له: انك تقدم على قوم من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله تعالى. اخر الى اخر الحديث.
نعم أحسنت. فإذا هذا دليل ثالث. ماذا علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث؟ تفضل. أول ما أوجب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإقرار بالشهادتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حسن. وماذا أيضا قال ابن القيم رحمه الله معلقا في كتابه مدارج السالكين على هذا الحديث؟ تفضل. قال ابن القيم في مدارج السالكين أول جهة شهير لمعتين وثلاثة سنين قال وإن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به كما أنه أول دعوة الرسل كلها إلى أن قال ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به فلا وجه لجعله أحد المقامات وهو مفتاح دعوة الرسل وأول فرض فرضه الله على العباد وما على هذا من الأقوال الخطأ إلى أن قال بل أوجب الواجبات مفتاح دعوة المسلمين كلهم وهو أول ما دعا إليه نوح عليه الصلاة والسلام فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سورة الأعراف آية 53 ثم قال وهو أول ما دعا إليه خادمه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ولكن هناك كلمة يظهر أني سهوت عن ذكرها أو هي ساقطة. قال وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح. نعم إذا هذا هو الدليل الثالث. من يذكر لنا الدليل الرابع؟ تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه البخاري في صحيح رقم 25 ومسلم في صحيح 22 بعد 36 ومسلم البخاري قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا انه ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام فحسابهم على الله. احسنت.